حالات أخبرنا اخبارنا كالمعتاد مع مباريات اليوم وابرزها في الدوري الممتاز المصري النهارده هتقام مباراتين في الدوري المصري ختام ختام الجوله العاشره هتقام مباراه سموحه مع غزل المحله في الساعه الخامسه على استاد الاسكندريه منقولا لحضراتكم على اون تايم سبورتس 2 اما اللقاء الثاني هيكون ما بين البنك الاهلي والمقاولون العرب في الساعة السابعة على ساد القاهرة الدولي على اون تايم سبورتس 1 وبالتاكيد استديوهات تحليليه خاصه حضراتكم بتستمتعوا بيها معانا على شاشات اون تايم سبورتس